إن النفس البشرية لا تنضج ولا تكتمل إلا في أتون المحن وأمواج البلاء. فالمحنة تصفي النفس وتسقل الروح وتنقي أصحاب الحق وتميزهم، فيثبت على الحق من تكابد الآلام والمآسي من أجل عقيدته وحريته، ويسقط من كان في قلبه الدنيا وأهواؤها، أو استولى عليه الخوف واليأس وأغمد في قلبه خنجر الهزيمة. إن طريقكم طويل وعر موحش تتربص لكم فيه الذئاب لتنهش لحومكم وتفتك بكم، فمن جاهدها وقاتلها فقد نجا، ومن استسلم وسيطر عليه الخوف فهو هالك لا محالة. وخلال الطريق سيتساقط عنكم الرفاق، ويتخاذل عن نصرتكم القريب قبل البعيد، وسيجافيكم الناس ليس خوفا منكم أو رغبة عنكم، ولكن خوفا من سطوة السيف وشدة الظلم. لذا لزاما عليكم أن تحملوا الأمل إليهم، وأن تبشروهم بأن الظلم زائل لا محالة، وأن العدل سيسود الأرض حتما يوم ما، وستعلو رعيته خفاقة. كانت كلمات الشيخ غالب مؤثرة وتلامس أوتار القلب وتهزها بعنف شديد، لتزيح عنها ركام اليأس وحطام الهزيمة، وتنقيها من شوائب الخوف والانكسار. فانهمرت الدموع من عيون الحاضرين، وتمتم أحدهم بصوت متهدج بالدموع: وما الحيلة فيما نحن فيه؟ إننا عاجزون عن فعل أي شيء. رد عليه الشيخ بقوة وصلابة: إن العاجز هو من فارق الحياة وتوسد قبره، لكن طالما في أجسادكم عرق ينبض وفي جنباتكم نفس يتردد فلن تعدموا حيلة. لقد وصلنا لنهايتنا، فما عسانا نصنع الآن؟ لو كان هنالك ما يصنع فإن زمانه قد فات وانتهى. قالها ابن فرج بحسرة شديدة، فرمقه الشيخ غالب بقوة وقطب بين حاجبيه قائلا بقوة ورزانة: إن نهاية أي شيء تعني بداية شيء جديد، ونهاية كل عهد يعقبه عهد جديد. لذا عليك أن تضع الماضي خلف ظهرك، وأن تبدأ من حاضرك. فقط يجب أن تتعلم من أخطاء الماضي وعثراته حتى لا تتكرر. إن البائس هو من يعوز عزه إلى ماضي الذي لم يحضره، فإذا لم تكن قادرا على تغيير ماضيك فالحاضر والمستقبل ملك لجهدك وعرقك. عليكم من لا تيأسوا، فاليأس سلاح عدوكم مصوب إلى صدوركم. فإن سقطت نفوسكم صريعة له امتلككم كعبيد مسلوبي الروح والجسد. هذا اقتباس من رواية على أعتاب غرناطة لأحمد أمين، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم، والسلام عليكم.